اليوم إدارة وفاق سطيف الممثلة بالرئيس حسن حمار متهمة باتهام خطير جدا، والسبب هو عدم تلقي سفيان زعبوب لمستحقات 10 أشهر كاملة. سفيان، الأدلة موجودة، يمكن أن ترينا الأدلة؟ الله معك، نشوف الأدلة. البداية ستكون ربما بورقة اللقاء. هذه فيديو ماتش أوفيسيال، هذه مقابلة رسمية لفريق وفاق سطيف أمام فريق وداد تلمسان. سفيان كان أساسي في المقابلة، وتقرير الطبيب يقول بأن سفيان كان مصاب. هو كذلك، هذا اسم سفيان، اللاعب لعب كأساسي أمام فريق وداد تلمسان قبل ما ينزل للرابطة المحترفة الثانية. وأيضا هذا شيء أمر خطير جدا. سفيان، أدلة أخرى ربما معك، أعطينا أدلة أخرى. عندي لاتيستاسيون دو سيجور دو لوتيل ان تونيزي. نعم، هذه فندق المرادي المتواجد في شقيقة تونس، تثبت أن اللاعب كان في الغرفة رقم 210، أطلع عليها الآن، من 22 إلى غاية 27. أدلة أخرى تثبت تورط إدارة وفاق سطيف وعدم دفع لمستحقات اللاعب وتهربها من المسؤولية. فندق المرادي أيضا سفيان اتهم بأنه غاب عن التدريبات. الأدلة هنا موجودة. فقط سفيان، شيء مضحك اليوم نشوفه مثل هذه الأمور. القضية في العدالة، كيف خسرت القضية؟ Alors, Anna, donc, déposé dossier, le chekwa directement au tribunal de Sطيف, avec les preuves. Et, avec les preuves, donc, Smaouni, le qadi tahqiq Smaouni, ensuite, il a convoqué l'huissier de justice, Tbib ou Hassan Hammar, et Rabhouni. Il a mis non-lieu pour manque de preuves. Sachant que Huma ما جابوش بروف، سيدي هما هضروا برك وفراوها. حتى أمامي في الورقة هو أن اللاعب زعبوب سفيان كان في الغرفة رفقة الحارس الدولي السابق محمد بن حمو. الأدلة متواجدة أمامي. اليوم الأمور أصبحت خطيرة جدا. أنا بدوري أطلب من حسن حمار أعطيه حق الرد إن صح التعبير، والباب مفتوح في قناة البيت في أي وقت، لكن الأدلة متواجدة اليوم بدون السماع للطرف الثاني اللي هو فريق وفاق سطيف. الحق كل الحق حسبي أنا شخصيا ورأيي الخاص، وبالأدلة المتواجدة أمامي هو أن سفيان لديه الحق في كامل الأجور التي يدين بها لصالح وفاق سطيف.